سعد صباحكم مشاهدينا، وما كنتم بتتابعونا في هذا النهار الجديد ومشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الأحد العاشر من كانون الثاني للعام 2016. يسعد صباحك يا خميس، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله. جو حلو يعني الأجواء اليوم. حلوة لطيفة، مفترض نعم ارتفاع على درجات الحرارة. أمطار غزيرة شهدناها يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقع كمان نهاية الأسبوع صحيح، ونهاية الأسبوع في كمان منخفض، يعني في عندنا هاليومين ثلاثة شوي نتمتع هيك بالشمسات والدفئات إن شاء الله. إن محطات مختلفة مشاهدينا، أحد العاشرة بتوقيت القدس المحتلة، قراءة سريعة على أبرز عناوين الصحف المحلية هذا صباح، و قراءة عنا في الصحف الإسرائيلية اليوم ولا ما في؟ لا اليوم ما في صحف الإسرائيلية، استاذ عباس والمجاز اليوم. ومن محطاتنا المنوعة نتوقف هذا الصباح مع المستشفى الأفضل في إدارة الأزمات، وهذا ترشيح لمجمع فلسطين الطبي لجائزة التميز في إدارة الأزمات والطوارئ من اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة. الموضوع يعني بحاجة لتصويت المواطنين، وهناك رابط على الانترنت وعلى شريط الإخبار لتلفزيون فلسطين، بإمكان كل المواطنين التصويت على هذا الترشح، وأن يعني يكون مجمع فلسطين الطبي هو الحائز على بالفعل على هذه التسمية. التصويت أظن ل 22 الشهر ل 23 الشهر. طبعا أيضا مجمع فلسطين الطبي خميس كان حاز على جائزة التميز من منظمة الصحة العالمية، وكان في وفد من المنظمة اللي جاء وزار المستشفى وزار كل الأقسام وطلع على كل الخدمات المقدمة، ويعني بفضل هذه الخدمات وهذه الجودة يعني حاز على جائزة التميز. حملة لتعديل قانون الأحداث، طبعا محطتنا المباشرة من غزة، وإحنا نتحدث عن القوانين كلها وجزء كبير من هذه القوانين تحديدا فيما يختص بالأحداث وفيما يختص بقانون المرأة أو القوانين اللي بتحكم يعني وبتنظم حياة المرأة وقوانين الأسرة، جميعها بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات والتغييرات. صباح أيضا نتحدث عن موضوع مهم، وثقافة في مواجهة الفساد، ونقصد هنا ثقافة المواطن أيضا في موضوع مكافحة الفساد. صحيح، ويعني حملة بدأتها هيئة مكافحة الفساد، يعني طبعا الهيئة بتشتغل من سنوات من أجل يعني تعزيز هذا المفهوم لدى المجتمع من مناطق مختلفة، سواء مع وزارة التربية والتعليم، مع دور العبادة والمؤسسات، ويعني الآن حان دور الثقافة ودور المثقفين أيضا الفلسطينيين في هذا الموضوع. القصة القصيرة خذلان الشتاء للكاتبة الشابة شهد عبد الرحيم من طول كرم. الصباح أيضا نتوقف مع تقليل استخدام الدهون المشبعة والمتقبلة، وكنا قبل شوي نحكي عن تطلي والزبدة والكنافة اللي هي ماكلها مبارح خميس. طيب. يعني أكيد فصل الشتاء فصل الأكل زي ما بنعرف، الكل بنصح فيه فصل الحلويات والدهون، تأثير كل هذا على الجسم وكيف ممكن يعني استبداله بدهون اللي هي بتكونش يعني مشبعة وبتكونش هالقد مؤذية للجسم. آخر محطة من فلسطين هذا الصباح نتحدث عن التوحد والطاقة، التوحد طاقة صامتة مرض التوحد. نعم مرض التوحد لما نتحدث عن الطاقة الصامتة قديش خميس عندهم طاقات مرضى التوحد، ولكن للأسف بسبب عدم وجود مراكز صحية عندنا، جهد الناس كمان وجهد الناس والثقافة أيضا اللي بتحكم المجتمع، يعني طاقات العديدين من هدول المرضى عم بتروح للأسف هدر، ومش عم نعرف نستفيد منها ولا نستغلها ولا ننمي هذه القدرات والطاقات لدى مرضى التوحد من أجل الانخراط في المجتمع ويكونوا عنصر فاعل في المجتمع. إن هذه أبرز الموضوعات مشاهدينا حتى العاشرة بتوقيت المحلي، إلى فاصل قصير ومتابعة لأبرز عناوين الصحف هذا الصباح، تفضلوا بالبقاء معنا ونهاركم سعيد إن شاء الله. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا، أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان.
وطن يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي نور الشمس يا نور عينيكي انت حلو ما شاء الله عليك نور الشمس يا نور عينيك انت حلوة ما شاء الله عليك يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. إذن الأحد العاشر من كانون الثاني للعام 2016 والموافق للثلاثين من ربيع الأول من صحيفة القدس وأبرز ما عنونت: شاهدان من محافظة جنين برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الحمراء بالأغوار، تفشيع شهدي الزاوية والجديدة وشهداء سعير الأربعة، هدم منزل عائلة الشهيد الحلبي في سردة. وطبعا الصورة الأولى من صحيفة القدس والحياة وحتى الأيام يعني كانت لصورة هدم المنزل ووالدة الشهيد مهند الحلبي التي تقف على أنقاض منزل العائلة اللي فجرت قوات الاحتلال فجر أمس. ذات الموضوع على أولى الحياة الجديدة هذا الصباح وأيضا صورة مشابهة أيضا لصورة على أولى القدس هذا الصباح، والدة الشهيد مهند الحلبي على ركام منزل العائلة بعد أن هدمته قوات الاحتلال. لافت أيضا أنه صباح هذا اليوم عند العاشرة صباحا من رام الله تنطلق حملة لمساندة عائلة الشهيد مهند الحلبي في إيجاد منزل لها بعد أن دمر الاحتلال هذا المنزل فجر يوم أمس، ودعوات لشعبية ورسمية لدعم هذه الحملة. العنوان الأبرز كان على أول الحياة الجديدة هذا الصباح: الاحتلال يعد مشابين على حاجز الحمراء سعير وجنين شيعتا ستة شهداء. عساف مشرفا عاما للإذاعة والتلفزيون ورئيسا لمجلس إدارة وفا، هذا القرار الذي صدر عن الرئيس محمود عباس بتعيين أحمد نجيب محمد عساف مشرفا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ورئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. الرئيس أيضا يصادق على الموازنة العامة للعام 2016 ويستقبل وفدا برلمانيا سويديا وقلد الروائي غريب عسقلاني وتشكيل المزين وسام الثقافة والعلوم والفنون. أردن واصل تحريضه على فلسطينية داخل، نتنياهو يهدد ويتوعد بمزيد من الإعدامات الميدانية، وربما هذه يعني أبرز العناوين هنا على أولى الحياة الجديدة هذا الصباح. نعم، من صحيفة القدس: الأنوروا تباشر بإعمار 2000 منزل مدمر في القطاع وتعد بإنجازها قبل نهاية الشهر أو العام الجاري عفوا حال دخول طبعا مواد البناء دون إعاقة إسرائيلية. تقرير توثيقي لمجموعة العمل بعنوان فلسطينيو سوريا في لبنان للعام 2015 أزمات متكررة وتداعيات خطيرة.
الأورو المتوسطي يستعرض حصاد 100 يوم من انتفاضة القدس، 150 شهيدا و15 ألف جريح. البطركية اللاتينية تستنكر الاعتداء على مقبرة دير بيت جمال غربي القدس، وبين الأنقاض تبحث عن نخلة زرعها الشهيد الحلبي، وإطلاق الحملة الشعبية لمساندة أسرة الشهيد مهند وحقها في الحياة. رح بشرع حياة السوق لأنه ما في موضوعات كثير على أولى الحياة الجديدة هذا الصباح. من الموضوعات اللافتة في حياة وسوق، عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني، أول امرأة تشغل منصب وزيرة الاقتصاد منذ تأسيس الوزارة، تتحدث لحياة وسوق وتقول مساعا لتنمية الصادرات الفلسطينية للخارج بنسبة 13% سنويا. تقول أيضا نريد الاستغناء عن اتفاقية باريس لا تغييرها، و 90% من السوق الفلسطينية عبارة عن منشآت صغيرة ومتوسطة. سلوكيات سلبية للسائقين تنتظر الحل، وسيناريوهان عالميان لارتفاع الدولار، والمخاوف مخاوف من ارتفاع الدولار، ضغوط جديدة على الأسواق الناشئة مع بداية العام الجاري 2016، النفط باق محرك لأسهم الخليج، وعام التخصيص في السعودية، ختام سليمان حلم تحول إلى حقيقة، سيدة أعمال أسست شركة بيت التراث الفلسطيني لصناعة الصابون من زيت الزيتون الخالص، توفر منتجات عضوية عالية الجودة وصديقة للبيئة دون إضافات كيماوية، وتصدر صابون الزيت للسعودية والبحرين والإمارات والأردن وكندا وفنزويلا. طول كرم تعيش مأزق اقتصادي مع غياب متسوقي الداخل، سوق العطارين في خان يونس دكاكين قديمة وتاريخ تجارة لا تبور. يعني ممكن هذه أبرز العناوين من هذا الصباح. إسرائيل تحرص على إبقاء المواطنين العرب فقراء منسيين ومستضعفين. وبهذا نختم أبرز الموضوعات مع حياة وسوق هذا الصباح، ونبقى مع الأرصاد الجوية والمهندس يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية. صباح الخير مهندس يوسف، أهلا ومرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. يبدو أنه ارتفاع في درجة الحرارة هذا اليوم منذ الصباح. صباح الخير أخي خميس، صباح الخير لأخت منى، وصباح الخير لكل الإخوة المستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباحك، يسعد صباحك. نحن يعني نسمع. نعم أخي خميس، هذا اليوم أجواء غائمة جزئية، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ما بقى الأجواء باردة نسبيا في النهار وباردة في ساعات الليل، رياح جنوبية غربية لجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. غدا وبعد غد أيضا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، وأيضا رياح ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والأجواء تكون غائمة جزئية. بينما الأربعاء أيضا أجواء غائمة جزئية إلى صافي وبجن عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات مئوية، لتصل في مدينة القدس إلى 17 درجة مئوية في مثل هذا الوقت من السنة. أما الخميس فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي خلال النهار تتكاثر الغيوم وتسقط الأمطار بإذن الله في ساعات المساء والليل. الجمعة أيضا أمطار متوقعة على مختلف المناطق. أما فيما يخص درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: في القدس العظمى 13 والصغرى 8، في رام الله والخليل 12-7، في نابلس 14-9، جنين والطباخ 18-8، في أريحة 22-11، والأغبار الشمالية 20-9، بيت لحم وسلفيت 13-8، طول كرم وقلقيلة 19-10، في غزة وخان يونس 18-11، أخيرا في رفح 19 العظمى والصغرى 10، والله دائما أعلى وأعلى. نعم شكرا لك المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية. وظل في إشي بالصحف خميس؟ أنا بعتقد غطينا كل شيء. يعني صحيفة الأيام نفس الأخبار: إعدام شابين على حاجز الحمراء، وسعير تحت شد لتشييع جثمين شهدائها الأربع، وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال. موقع إسرائيلي: نشأة ملحم أعدم برصاصة متفجرة في رأسه أطلقها أفراد الوحدات الخاصة. والصليب: إدخال المساعدات إلى 3 بلدات سورية محاصرة لن يحصل قبل يوم غد. طبعا جميعنا تابعنا مضايا المحاصرة من قبل القوات في ريف دمشق،
وبلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين من الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا. طبعا هذه البلدات سيتم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال المساعدات الإنسانية إليها، ولكن هذا لن يحصل قبل يوم غد. لكن في كمان في نفس الموضوع في هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي انه بيتهم انه هذا تزوير وفقط هو يعني تشويه صورة النظام السوري وايضا حزب، لو انه البلدة او مضايا والمحاصرين هناك ما في حصار اصلا في الموضوع، ونشروا كمان صور لاكل وما الى ذلك وجبات فاخره وما الى ذلك. ما بنعرف شو الحقيقه وشو بيصير بالتحديد. نختم، نكتفي بهذا الشان، يعني ما فيش اليوم كثير اخبار. فاصل قصير نكون مع محطاتنا المنوعه.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا في اولى محطاتنا المنوعه. هذا الصباح نتوقف مع ترشيح مجمع فلسطين الطبي لجائزه التميز في اداره الازمات والطوارئ من اتحاد المستشفيات العربيه في القاهره. ومعنا في الاستوديو للحديث اكثر في هذا الموضوع دكتور احمد البيتاوي رئيس او مدير مجمع فلسطين الطبي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا ومرحبا بك معنا الى فلسطين هذا الصباح. سعد صباحك دكتور. يعني كنا نتحدث عن جائزه التميز في اداره الازمات والطوارئ ويعني التصويت لمستشفى فلسطين او مجمع فلسطين الطبي. اذا نتحدث اكثر يعني عن يعني هذه الجائزه وفكره الجائزه. نعم طبعا فكره الجائزه جاءت من منظمه الصحه العالميه حيث قبل شهرين حصل مجمع فلسطين الطبي على معيار الثانية والثالث لسلامة المريض. طبعا هذه المعايير اللي بتحطها منظمة الصحة العالمية واللي جاءها خبراء الصحة العالمية في عندهم 120 معيار وجد مجمع فلسطين الطبي مطبقها بالكامل واجتاز درجة 90%. وهذا ما شجع منظمة الصحة العالمية لضم أول مستشفى في فلسطين وهو مجمع فلسطين الطبي لينافس دول الجوار على هذه الجائزة. لأن نحن أمام منافسة مع دول عربية حول الأزمات والطوارئ. صحيح. كيف بتجري عملية التصويت حاليا اللي بتستمر حتى 23 من الشهر الجاي؟ طبعا أنا في البداية بشكر العاملين في مجمع فلسطين الطبي لأنه إحنا بفضلهم استطعنا أن نحصل على هذه المعايير الدولية سواء ما يقومون به من عمل مهني أو ما يقومون به من عمل تطويري لتطوير مؤسسات لتطوير مجمع فلسطين الطبي، حيث أن المجمع بدأ بالطريق التي لا تنتهي اللي هي طريق التطوير، طريق بناء الأقسام الجديدة وفتح عيادات تخصصية جديدة وفتح أقسام جديدة تتناسب مع معيار الصحة العالمية. الآن إحنا بعد ما أخذنا هذه المعايير وهي معايير بدون واسطات بدون أي هي معايير من منظمة الصحة العالمية. أيوة الآن إحنا يعتبر المستشفى الثاني في منطقة الإمرو الذي فاز بهذه المواصفات. فبعد ما فاز مجمع فلسطين الطبي بهذه المواصفات أصبحنا الآن من المرشحين الأقوياء لنيل هذه الجائزة. طبعا نيل هذه الجائزة بعتمد على إحنا اللي قمنا فيه وحصلنا عليه وجاوزناه وهذه النقطة المهم. الآن بعتمد على موضوع اللي هو التصويت. إذا نحن الآن يعني بحاجة أو المجمع بحاجة إلى تصويت الناس وتكثيف هذا التصويت في المرحلة هذه. يعني أنا بقول ليس المجمع، هي فلسطين لفلسطين تحتاج للتصويت. لأنه إذا ارتفع هو يرتفع اسم فلسطين عاليا ولا يرتفع اسم فلان أو علان. هذا مجمع يحتوي على 1200 موظف. أيوة هو مستشفى تحويلي لكل الضفة. صحيح. يستفيد منه كافة المواطنين في فلسطين من غزة إلى نابلس إلى جنين إلى طول كرم إلى الخليل إلى أريحة إلى كل المستشفيات. هذا يعني تصويت لفلسطين بكل تأكيد. لهذا السبب إحنا ندعو الناس إنهم يصوتوا لفلسطين وهو تصويت وطني ولا يكلف المواطن أي شيكل ولا أي أجورة. وعبر الإنترنت ورابط موجود على الشريط الإخباري على شاشة التلفزيون. عبر الإنترنت يستطيع أي مواطن إنه يصوت. لكن بحب إني أنا ألفت للناس اللي بيدخلوا على النت على الموقع اللي المذكور فيه على شاشتكم الموقرة إنه التصويت لثلاث نواحي. الناحية الأولى الأزمات واللي هي مرشح مجمع فلسطين الطبي بين ثلاث مستشفيات. يجب أن تصوت إلى المرشحين الآخرين أيوة حتى يقبل الصوت الصوت اللي انت بتصوت. مرشحين اخرين من دول ثانيه ام ماذا؟ مرشحين من دول اعلى على جائزات اخرى. جائزات اخرى. يعني هي بنفس منظمه الصحه العالميه مطلعه ثلاث مجموعات، المجموعه اللي احنا موجوده والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. يجب ان تصوت للمجموعات الاخرى حتى يقبل الصوت. لهذا السبب انا بهيب بالمواطنين والناس المثقفين والحريصين على اسم فلسطين ان يبقى عاليا وانهم يصوتوا لمجمع فلسطين الطبي حتى انه يدخل في العالم ويستطيع ان ياخذ الميزات اللي بتقدمها منظمه الصحه العالميه ومنظمه اتحاد المستشفيات العربيه
ليستطيع المستشفى أن يكمل مسيرته التي بدأها. في المجموعة يعني والتصويت على مجمع فلسطين الطبي حول جائزة إدارة الأزمات والطوارئ، مين بينافس فلسطين على هذا؟ ينافس فلسطين مستشفى في لبنان الرسول الأعظم ومستشفى التخصصي في الأردن. في مقياس مؤشر حتى اللحظة حول التصويت فلسطينيا؟ والله يعني للأسف يعني احنا خبرتنا يعني اللي بيحبوا فلسطين من منظمة الصحة العالمية انه ما زال التصويت ضعيف جدا لفلسطين. فلهذا السبب، لانه الناس ما دخلت على هذه المواقع، لانه منظمة الصحة العالمية نشرتها على مواقعها، وبتوقع انه الناس ما عندها يعني مش كل الناس بتدخل على منظمة الصحة العالمية. احنا الآن من خلال صوت فلسطين وصوت القدس وصوت الناس اللي بتحب فلسطين، انه والناس الآن بتسمعنا بنحب كلهم انهم يصوتوا لمجمع فلسطين الطبي، سواء كانوا المرضى اللي استفادوا من هذه الخدمات المقدمة، صحيح، المقدمة لهم، حتى انهم يشجعوا ان نكمل المسيرة، او المرضى حتى الذين يعني يأخذون بعض المآخذ، نقول لهم هو المستشفى لفلسطين وهو تصويت لفلسطين، وانتم تشجعوا يعني لأول مرة أول مستشفى فلسطيني بخش على هذا المستوى في الوطن العربي وفي منطقة حوض البحر المتوسط، بعد أنه بيستاهل مجمع فلسطين الطبي وتستاهل فلسطين أن يكون التصويت إلها، لأنه بعد مجمع فلسطين الطبي بيقدم الخدمات الكبيرة جدا، وخاصة لجرحانا البواسل ولكافة المرضى بكافة الاختصاصات، انه بيستاهل انه ندعم هذه المؤسسة الوطنية. ان شاء الله نتائج التصويت بتكون ايجابية، ولكن في حال يعني حصلنا على المرتبة مثلا واحد من خلال هذا التصويت، يعني ايش بتحصل فلسطين بالتالي؟ ما هي الميزات التي ستقدم لمجمع فلسطين؟ اولا يعني مجرد انه يعني انه احنا فلسطين اللي بنعيش تحت الاحتلال، يعني وكل الناس بيعرفوا الظروف المادية الصعبة والاقتصادية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. يعني احنا دول الجوار يعني التي تمتلك الثروات النفطية وتمتلك الثروات المادية والبشرية الكثيرة، أيوة، ما استطاعت تحصل على المواصفات اللي احنا حصلناها. احنا ضحت الاحتلال وبنجمع التبرعات وبنجمع كل ما ليعمل لمستشفى فلسطين الطبي، انه احنا وصلنا هذا في الدرجة الاولى، هو ان يضع المستشفى في مسار المستشفيات العالمية. هذا انجاز بحد ذاته، هذا في الدرجة الاولى انجاز بحد ذاته، صحيح. يعني احنا لما يكون مستشفانا كمجمع فلسطين الطبي وهو مستشفى فلسطين وليس لأحد، أسسه فخامة الرئيس ويشرف عليه رئيس الوزراء ووزير الصحة مباشرة، وكافة القوى الشعبية وأهالي الخير في محافظة رام الله وفلسطين قدموا الكثير من الأجهزة والبناء والتطوير، هذا هو رصيد لإلهم حتى إنهم يتشجعوا إنه والله إحنا رغم كل الظروف حصلنا على مرتبة عالية، صحيح. إحنا لمنا في تقييم منظمة الصحة العالمية التقييم العلمي حصلنا على المستشفى الثاني بعد المستشفى في قطر، تمام. يعني أنا بعتقد ضمن هذه الظروف هذا الإنجاز الأول، صحيح. الإنجاز الثاني، إحنا بكل المواطنين قد لا نكون أدينا يعني كل ما تريدين، لكن إحنا بدأنا مسيرة ولن نتوقف بإذن مستمرة. الله مستمرة، وهذه المسيرة بطريق تبدأ هذه الطريق، لكن هذه الطريق لا نهاية لها. لما نحن نحصل على هذه المواصفات بصير مجمع فلسطين الطبي بحصل على الخدمات المهمة من منظمة الصحة العالمية ومن المستشفيات اتحاد المستشفيات العربية، يعني هو مجرد أن يكون موجودا، أي تطور علمي بصير في العالم، أي تطور طبي موجود في العالم، أنا بعتقد أنه مجمع فلسطين الطبي بحصل عليه، هذا بيعود في الخير للمواطنين والمرضى بشكل خاص. دكتور، من خلال الوفود الطبية، وفي الفترة الأخيرة كان في وفد تركي كبير يعني في زيارة لمجمع فلسطين الطبي،
من خلال الوفود الدولية، إيش نقاط الخلل اللي ممكن بتستفيدوا من خلال الوفود ووجودها في فلسطين ومجمع فلسطين الطبي، تحاولوا تركزوا عليها في عملكم، سواء كانت فيما يتعلق بمعدات، في أجهزة تطويرية، أو حتى في معاينات لمرضى وما إلى ذلك؟ صحيح. هذه إحنا نقطة مهمة. طبعا بدأ مجمع فلسطين الطبي في استجلاب الخبرات العالمية بشكل جاد منذ تقريبا 4 إلى 5 سنوات. وعملنا اتفاقات مع كبرى المستشفيات العالمية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا وتركيا. هذه الوفود اللي كانت موجودة، بما أنه مجمع فلسطين الطبي هو مجمع تعليمي يحتوي على 165 طبيب بيعملوا اختصاص، وهو أكبر مؤسسة عند هذا العدد من التدريب. هذا الناس الخبراء بتكون نتيجينا بفترات متتابعة، يعني احنا كل شهر لا يقل عن 4 إلى 3 وفود عالمية بتيجي على أقسام مختلفة إلى مجمع فلسطين الطبي. هؤلاء الخبراء أول شيء بيجروا العمليات، بعلموا الطواقم الطبية وبيعملوا تدريبات للطواقم. فالآن يعني وبكل يعني اعتزاز والحمد لله وبكل فخر، يعني احنا اخر وفد اجانا من الولايات المتحدة الامريكية، وكتبوا رسالة كبيرة جدا انه المستوى التدريب اللي موجود في مجمع فلسطين الطبي لا يختلف عن مستوى التدريب اللي موجود في الولايات المتحدة. بيقدموا الامتحانات لأطبائنا، نسبة النجاح والعلامات اللي بتيجي في مجمع فلسطين الطبي تضاهي الناس الموجودين في الولايات المتحدة. أنا بعتقد هذا فخر لفلسطين إنه هذول الناس يكون موجودين. الوفد التركي اللي أجا آخر إشي وآخر إشي كان البروفيسور محمد عاكب، هو من كبار الأطباء في تركيا وبالعالم، بقول أنتم لستم دولة نامية، يعني بالحرف الواحد في هذا المجال الطبي، أنتم لستم دولة نامية، أنتم دولة متقدمة. المستوى اللي موجود عندكم، أنا زرت 20 دولة، أحسن مكان بزور فيه، وأنا بعتقد إذا هو بسمعني وهو يهتم في فلسطين، أيوة أحسن مستشفى أنا بزوره اللي هو مجمع فلسطين الطبي. فإحنا يعني من كل المواطنين ومن كل الناس إحنا ماشيين لخدمتكم، بنعمل المستحيل حتى ان نقدر نفتح اقسام جديده. يعني احنا الاسبوع اللي قبل الماضي اجرينا لاول مره 5 عمليات قلب مفتوح للاطفال. لاول مره في مجمع فلسطين لاول مره للاطفال. عندنا الان خلصنا ما يزيد عن 220 زراعه كلى، نسبه النجاح 99%. عندنا كله اطباء فلسطينيين، عندنا زراعة المفاصل من أهم الزراعات، المناظير سواء المناظير للجهاز الهضمي والمناظير في الجراحات العامة، من أحدث الأماكن اللي إحنا قاعدين المتوفرة في مجمع فلسطين. القلب، يعني كافة الاختصاصات اللي موجودة عندنا هي اختصاصات نادرة. كل الاختصاصات تقريبا موجودة. يعني إحنا لما بلشنا في هذه المسيرة اللي دشناها فخامة الرئيس قبل 4 إلى 5 سنوات، كان عندنا 5 إلى 6 اختصاصات رئيسية، واليوم نحكي الآن عندنا 32 اختصاص. احنا المستشفى الوحيد في الوطن عندنا 48 تخت انعاش، سواء انعاش قلب او انعاش عادي او انعاش بعض الجراحات. دكتور، ما الذي يحتاجه المجمع ليراكم هذه النجاحات ويضيف نجاحات اخرى؟ طبعا انا زي ما قلت لك، احنا طريق النجاح خاصة ما يتعلق في الطب هي طريق بداية بلا نهاية. كل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء جديد. احنا بنشتغل على عدة نواحي. يعني مثلا الان احنا في عندنا وهذا أنا اللي بحب دائما المواطنين اللي بنتقدوا في مجمع فلسطين الطبي، الآن نحن نزلنا عطاء عن طريق بقدار ومنحة من دولة الكويت لتدريب الطواقم كيف يتعاملوا مع الجمهور. مع الجمهور، يعني عظيم، علاقات عامة. يعني بالضبط، علاقات عامة، يعني إنه يعني الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين هم بشر.
زيهم زي باقي الشعب. عندهم ردود فعل مثلا بتكون احيانا سلبيه غير مقبوله، قد تؤدي الى خلافات ما الى ذلك الى الجمهور. الان احنا بلشنا العطاء وان شاء الله نبلش فيه الاسبوع القادم، رايحين ندرب 400 كادر في المجمع، ندربه كيف يتعاملوا مع 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 المستفيد من الخدمه مع 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 الجمهور. بغض النظر كان مريض او مرافق ام غيره، سواء كان مع المريض او مع المرافق. فهذا نقطه التدريب والتحول في انك كيف تمتص غضب الناس اللي موجودين، خاصه الناس اللي بيجوا على مؤسسه بيعتبروها ببلاش، بفكروا انه الخدمه اللي موجوده هي خدمه ضعيفه، هم لا يعرفوا انه الخدمه الموجوده عندنا هي من افضل الخدمات. فاحنا في الدرجه الاولى نركز على الانسان وتدريبه. الشيء الثاني تدريب الكوادر الطبيه، يعني احنا من خلال الوفود المنظمه اللي احنا متعاقدين مع معظم المستشفيات المهمه بالعالم بتدربنا كافه الاطباء. ما يتعلق بالاجهزه والمعدات، احنا لا نترك سبيل ولا طريق من الطرق اللي موجوده امامنا الا بنفتحها حتى يتم التبرع ومد المؤسسه ومد مجمع فلسطين الطبي بالاجهزه. الان احنا بنحاول قدر الامكان رايحين نفتتح مستشفى جديد ان شاء الله رب العالمين لزياره عدد الاسرى، لانه الضغط الهائل على المجمع. ايوه، مع انه احنا خلال السنتين هذول زدنا ما يزيد عن 150 سرير، ومع هذا المستشفى يحتاج الى المزيد. عطوفة المحافظ قامت بمبادرة وجينا على صوت فلسطين وبلشنا الآن نفتح في نبني في مشروع للكلى. فيحتاج مجمع فلسطين الطبي إلى تدريب الكوادر، تطوير الكوادر، وإنشاء وافتتاح أقسام جديدة وفتح مستشفيات وفتح أقسام جديدة وفتح أسرة جديدة حتى إنها تستطيع إنها تخدم المواطن بشكل إنه يرضيه ويرضي الناس. وأخيرا يبقى مجمع فلسطين الطبي اسمه مجمع من فلسطين ولفلسطين وللفلسطينيين ولفلسطين، وادعوا الناس كلياتها للتصويت، لأنه أنا بقول لهم صوتوا في أماكن أخرى بالأموال بآلاف الأموال. هذا تصويت مجاني. أيوة، هذا تصويت مجاني. فقط يطلب منك الوطن خمس دقائق عبر الإيميل أن تصوت لفلسطين حتى يكمل المسيرة. وإحنا سواء جبنا الجائزة أو ما جبناها، إحنا عهدنا شعبنا على أن نستمر في خدمته، وعلى أن نستمر في البناء، على أن نستمر في التطوير، وعلى أن نستمر في العطاء. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد البيتاوي مدير مجمع فلسطين الطبي. مرة أخرى نضم صوتنا لصوتك وندعو المواطنين للتصويت لمجمع فلسطين الطبي لجائزة التميز في إدارة الأزمات والطوارئ من اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة. تصويت كما أشرنا موجود الرابط على الشريط الإخباري لتلفزيون فلسطين، وأيضا تصويت مجاني ولا يأخذ وقت يعني كثير، هو ربما بضع دقائق. مرة أخرى شكرا دكتور. شكرا. مزيد من التقدم ونجاح إن شاء الله. مباشرة إلى استوديوهاتنا في غزة هذا الصباح زميلة خولة الخالدي. صباح الخير خولة، أهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخير خميس، وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام وما كانوا بيتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم نتحدث حول قصور القانون الفلسطيني في بعض القوانين التي تتحدث او تتعلق فيما يتعلق بالاحداث الفلسطينيين المجدين خاصه في قطاع غزه، حمله للضغط والمناصره لتعديل هذا القانون. للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدني ان ارحب معي بالاستوديو بعلا المغاري، منسقه مشروع تعزيز الحمايه القانونيه للاحداث للخلاف مع القانون. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك خولة، أهلا فيكي. طبعا رح نتحدث حول هاي الحملة وحول المشكلات اللي بتتعلق بقانون الأحداث الفلسطيني. رح نتحدث عن كيفية أيضا حلولها مع القانونيين والمتطوعين في هذه الحملة، ولكن مشاهدينا الكرام هذا تقرير أعدته لنا الزميلة أسماء الودية لنتابع ثم نعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. ضمن فعاليات حملة الضغط والمناصرة لتعديل قانون الأحداث رقم 2 لعام 1937 التابعة لمشروع تعزيز الحماية القانونية للأحداث والتي تحمل اسم طفل مش مجرم، والتي تقوم على ملائمة القانون للظروف الراهنة في المجتمع الفلسطيني على اعتبار هذا أمرا يقتضي النظر فيه كونه يقتضي بمحاكمة الطفل بأسلوب رادع وحازم. يقوم المشروع على عدة أهداف رئيسية،
منها تدريب محامين من تحت التمرين لصقل قدراتهم على إعطاء اللي هو الورشات التوعوية، بالإضافة إلى التشبيك مع القضاء العشائري باعتبار أنه قضاء مكمل للقضاء النظامي ويتدخل في العادة لحل هذه الإشكاليات بخصوص الأحداث المخالفين للقانون، بالإضافة إلى عقد جلسات تشاورية مع القائمين على إنفاذ القانون للوقوف حول يعني أهم العقبات التي تواجههم في العمل وسبل الحلول. من منطلق أن الأطفال ليسوا بحاجة لرادع وإنما إلى رعاية وتوجيه، فيتوجب ضرورة إصدار تشريعات فلسطينية موحدة تختص بقضاء الأحداث وتساير التغيرات المجتمعية بشكل يتلائم مع الحقوق الدولية. عمل توعية للمجتمع المدني للفئات الأحداث وعن حقوقهم وضياع حقوقهم، وأن هذه الفئة هي ضحية قضايا، ضحية مجتمع. الأطفال إحنا لما بنزور مؤسسة الربيع بنقعد معهم بنشوف إيش الأسباب اللي أوقعتهم بالإجرام، الأسباب اللي وراء هذا الإجرام، المعاناة التي يعانونها في هذه المؤسسة. لعل من أبرز ما يتوجب العمل به هو إنشاء مؤسسات تهذيبية وتعليمية وتدريبية لا تحمل طابع السجن والعقوبات، بالإضافة إلى إنشاء دور لتوقيف الأحداث. من أجل طفولة سليمة ومجتمع سليم لابد من توحيد الجهود للوصول إلى حلول عملية لمعالجة قضية مجتمع بأكمله. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، أسماء الودية، غزة. طبعا عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، وأرحب مجددا بضيفتي بالاستوديو علا المغاري. سعد صباحك من جديد. سعد صباحك خولة، أهلا. يعني شاهدنا في التقرير وكلنا يعلم في قطاع غزة بمدى القصور القانوني الموجود فيما يتعلق بكثير من القضايا، فما بالك بقضايا الأحداث. أبرز المشكلات التي تواجهكم أنتم كحقوقيون وقانونيون يمكن أن تحد من يعني من الحقوق لهؤلاء الأحداث الموجودين في قطاع غزة؟ طبعا اول شيء انا طبعا بشكر تلفزيون فلسطين على استضافتنا للمساهمه في انجاح هذه الحمله. طبعا حمله الضغط المناصر هي حمله طفل مش مجرم، هي حمله قامت فيها الهيئه الفلسطينيه للاجئين، تندرج ضمن انشطه مشروع تعزيز الحمايه القانونيه للاحداث على خلاف مع القانون. طبعا المشروع يستهدف فئه الاحداث، كان الهدف الاساسي من الحمله اول شيء اذا بتلاحظي في الحمله انه في ابني مش ابنك، وهو للتاكيد على انه الطفل هذا هو طفل طبيعي وليس يعني كان هناك نظر مغلوط انه هؤلاء هم أطفال مؤسسة الربيع هم أطفال شوارع. هم لا، هم ليسوا أطفال شوارع، هم أطفال طبيعيين جدا موجودين من كافة شرائح المجتمع. ممكن يكون طفل في المدرسة بيلعب مع صاحبه، ضربه، ارتكب جنحة بسيطة، جرم بسيط. فهؤلاء الأطفال ليسوا أطفال شوارع، هم أطفال يعني من خلفيات مختلفة من المجتمع، ممكن يكون والده طبيب أو عامل. فهذه كانت أول شيء توضيح لهي النظرة. جميل. الهدف الثاني كان من الحملة هو أول شيء عدم وجود دور رعاية مؤهلة لتستوعب الأطفال الأحداث الموجودين. حضرتك يمكن أسلفتي أنه في مؤسسة الربيع. صح. مؤسسة الربيع هي يفترض كانت أنها تكون كدار رعاية وليست إصلاحية. هي إصلاحية، لكن إصلاحية لا يوجد بها مرافق تؤهل الطفل. يعني أنا ممكن مثلا أخذ الطفل أول شيء دمجه مع أطفال آخرين ارتكبوا جنايات أو جرم أكبر. طبعا في لا يوجد في في مؤسسة الربيع فصل، يعني ممكن مثلا يكون طفل خلينا نقول سرق حمامة أو مثلا عمل جرم بسيط أو ضرب ولد، بتم وضعه مع مجرمين. بالضبط. في عندي أنا أطفال في مؤسسة الربيع ارتكبوا جرائم قتل. في عندي أطفال في مؤسسة الربيع موجودين على خلفيات جرائم مخدرات، تحرش، يعني لا يوجد هناك حتى فصل. هذا الشيء. شيء ثاني أنه القانون يعني هو نحن طلبنا عدم تغيير القانون، التعديل. أول شيء مسمى القانون، مسمى القانون تجريم الأطفال، تجريم المجرمين الأحداث. هو ليس مجرم، هو طفل. الطفل هو عمره من 9 سنوات لأقل من 18 سنة. لا يعني لا يجوز أنه أنا أطلق على هؤلاء اسم مجرم. مجرم يعني أنا أعطيته شيء أكبر من حجمه. هاي شغلة. شغلة تانية أنه المحاكم اللي موجودة، أنه الأطفال هؤلاء بيتم يعني محاسبتهم في قضايا أو في محاكم البالغين، وهذا طبعا شيء يسيء. لا يوجد أي محكمة مختصة بالأحداث. يوجد محكمة مختصة في مؤسسة الربيع لكن غير مفعلة. غير مفعلة بسبب أنه تتوجه إلى القضاء بقول لك أنه والله نحن ما عندناش
قضاة فاضيين، بتتوجهي للنيابة العامة بترمي العبء على الشرطة، بتتوجهي للشرطة. فكان يعني حتى من خلال انه احنا يعني حاولنا هناك تملص من المسؤولين بالضبط، حاولنا اكثر من مرة انه في الاخر انه تفضلوا هاي القضاء موجود، النيابة العامة موجود، الشرطة موجودة، كل الاجهزة الامنية موجودة، تفضلوا بدنا نحط وين الخلل. فصار انه مراقبين السلوك بيلقوا اللوم طبعا على الشرطة، الشرطة بتحكي لك انه الطفل بيجي برن على مراقب السلوك ما بيجي. طبعا مراقبين السلوك هم اشخاص يفترض انهم يكونوا موجودين مع الاطفال اثناء محاكماتهم، اثناء يعني اول مثلا الطفل ما بيتم تحويله على مركز الشرطه مراقب السلوك مباشره لازم يكون معنا، مثل يعني اشبه بفكره بالضبط يعني في الدول المتقدمه في الدول الثانيه لكل طفل يوجد مراقب سلوك. ما عدا في قطاع غزه، انا عندي 5 محافظات فقط 5 مراقبين سلوك، لكل محافظة مراقب سلوك واحد. يعني لو صار مثلا في اليوم ارتكب 3-4 أطفال بعض الجنح أو بعض الإشكاليات البسيطة لا يوجد مراقب سلوك يغطيهم. فبالتالي هو بيدخل على النظارة، ممكن أول شيء يتم أنه هو يكون موجود في النظارة مع البالغين، وهي إشكالية كبيرة. يعني أنا مثلا ممكن يكون الطفل فايت بسبب بسيط، لكن لما يدخل على النظارة يعني من خلال هاي الحملة، حملة الضغط والمناصرة اللي أنتم بتنفذوها من خلال الحماية القانونية للأحداث، شو ممكن تقدموا من خلال هذه العملية؟ شو ممكن أيضا يتم من خلاله تغيير أو تعديل في القانون الفلسطيني اللي هو أساسا قانون من 37 يمكن نحكي قانون أول شيء طبعا القانون للأسف بين قطاع غزة والضفة الغربية، طبعا يعني بنعود لمشكلة الانقسام من قبل الانقسام، القانون المطبق في الضفة الغربية هو قانون 1952 قانون أردني، تمام. والقانون المطبق في قطاع غزة هو قانون 1937 رقم 2 قانون انتداب بريطاني، تمام. يعني هاي كارثة أنه أنا في دولة واحدة اوكي هلا في ماشي عندي انا في عندي انقسام سياسي لكن القوانين يجب يكون فيها توحد، صحيح. فيش عندي قانون فلسطيني يحمل احداث، اول شيء عدم وجود قانون موحد، شغله ثانيه عدم وجود قضاء للاطفال او خاص بالاحداث، عدم وجود نظرات للاحداث، عدم وجود الرعايه مؤهله للاحداث، عدم وجود عدد كافي من مراقبين السلوك لاستيعاب قضيه الاحداث، عدم وجود تعاون بين الاجهزه الامنيه، يعني هذه اشكاليه اساسيه، صحيح. كانت عدم وجود تعاون، عدم تطبيق بعض البنود في القانون، يعني مثلا يتم محاكمة الأحداث في محاكم خاصة ومحاكم غير علنية. أنا اليوم بتم محاكمة الأحداث في محاكم علنية ومحاكم بالغين، وبيتم أخذ الطفل من مؤسسة الربيع مثلا على محكمة صلح غزة، مثلا ممكن يكون الطفل سكان خان يونس أو الشمال، بياخذوه من مؤسسة الربيع بودوه على محكمة صلح خان يونس أو رفح أو الشمال. طب أوكي أنت أخذت يعني هذا كله هي تبعات الموضوع، هي تأثيرها السلبي الأساسي بيعود على الطفل نفسه أكيد، بأنه ممكن يصبح بشكل كبير 90% ممكن يتحول إلى مجرم حقيقي بالمجتمع إذا لم يتم تدارك الموضوع. أبرز الخطوات التي يمكن تنفيذها من خلال هذه الحملة للضغط ومناصرة الأحداث الموجودين أبرز في قطاع الخطوات غزة. طبعا نحن حاليا كان طبعا في انه كان في طبعا هاشتاج اللي هو طفل مش مجرم، نزلناه على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا على تويتر على اساس انه اي حدا مثلا يفوت على هذا الهاشتاج يعرف مين ايش القضية اللي احنا بندعو لها. طفل مش مجرم لو فتي على هذا الهاشتاج اول شيء حيكون في عندك انه القوانين اللي احنا طالبين التعديل عليها او البنود في القانون، شغلة ثانية انه حيكون في عندك بعض خلينا نقول بعض المقالات اللي بتوضح شيء مشكله الاحداث، تمام. بعد هيك طبعا كان في سبوتات اذاعيه على اساس انه تفعل هاي القضيه، ولكن هل هناك تواصل فعليا مع قانونيين وحقوقيين من الموجودين حيث يتم تعديل او اقتراح تعديل القانون؟ طبعا هلا بعد ما نخلص نحن حمله التواقيع راح يتم التوجه، طبعا التشريع في قطاع غزه معطل ونحن يعني زي ما بنقول نحاول نتجاوز الاشكاليه هاي، تمام. راح برضه نتوجه للتشريع رغم انه معطل نعطيه مسوده ورح نتوجه لوزير العدل في قطاع غزه، بالاضافه انه التوجه للمركزيه في رام الله على اساس انه يا جماعه نحن توجهنا لقطاع غزه وتوجهنا لرام الله، ما بدنا يطلعوا لنا باشكاليه انه انت ليش رحت لسين وتركت صاد. فلا نحن موجودين مع الكل، يعني نحن بنشتغل مع الكل، الهدف الاساسي هو الطفل. انا ما بهمني سواء مشاكل انقسام ما بهمني، انا بهمني طفل فلسطيني، قانون لطفل فلسطيني، تمام. يكفي انه لا يوجد للحظه دور رعايه للجانحات، صحيح. حتى الجانحات لا يوجد لهم دور رعاية، يعني الفتاة اليوم مثلا ممكن تتعرض لمشكلة اعتداء جنسي أو ممكن مثلا تتعرض يا ما بيتم استيعابها في السجن، في سجن أنصار مع البالغات أو في بيت الأمان، وحتى بيت الأمان بيرفض لأنه بيت الأمان هو للنساء المعنفات، لأنه يكون عندك طفلة عمرها 13-14 سنة يعني تحطيها في بيت الأمان أو تحطيها في السجن، طب هي ضحية، لا يوجد مكان مخصص، بالضبط هي ضحية، أنت هيك أنت خليتها ضحية ومجرم، أنت يعني نسيت انها ضحيه وخليتها مجرمه، تمام. جرمتها، فهي برضو اشكاليه ثانيه. طيب نحكي عن الاشخاص المشاركين بهي الحمله، منهم متطوعين ومنهم اشخاص مشاركين بشكل فعال، اكيد طبعا. اعداد المشاركين والى متى ستستمر هذه الحمله؟ الحمله تقريبا لنهايه شهر 1 لحد ما ننتهي من حمله تجميع التواقيع، طبعا مجلس يعني طبعا انا في عندي الهيئه طبعا كطاقم كامل يعمل على الحمله على انجاحها، في عندي انا متطوعين مشاركين في المشروع هم اساسا موجودين اصدقاء للمشروع، يمكن من ضمنهم كان في التقرير الزميل حسن سعد، طبعا جميعهم بيساهموا في النزول للشارع تجميع التواقيع.
الواقية بيتم تفعيل طبعا في طاقم خاص اللي هو يعني منسقين إعلاميين بيتم تفعيل الهاشتاجات بيتم يعني حتى لو في تساؤلات من الجمهور بيتم الرد عليها انه يعني مثلا بتفوتي انت على الفيس بتكتبي فبيتم الرد عليكي مباشرة انه ايش الهدف من الحملة مين هم الأطفال القوانين حتى لو في اشكال. قديش برأيك هاي الخطوة خطوة السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي ممكن تعمل فعليا تاثير وصدى اذا كان هناك تفاعل حقيقي في معنا. خلينا احنا نحكي احنا تقريبا هلا صرنا مجتمع يعني منفتح اعلاميا يعني ممكن انت اليوم 24 ساعه بتحسي بعض الشباب موجودين 24 ساعه على الفيسبوك على تويتر على انستغرام على فلا ممكن يعني هي حيكون لها دور كبير بصراحه يعني غير انه طبعا احنا هذا الشق الاعلامي بس في شق ثاني قانوني يعني احنا على تواصل مع الشرطه مع النيابه بشكل مستمر مع القضاء على اساس يا جماعه انه احنا بدنا نضع حل لهي الاشكاليه بصراحه يعني يعني كان في تعاون كان في تعاون بس للاسف برضه بنرجع لنفس الاشكاليه وكل واحد بيرمي الذنب على الاخر وهي بصراحه اشكاليه. طيب في هناك ورشات عمل او لقاءات مثلا اكيد طبعا نحن ممكن تكون موجوده تعزز فيها هذا القانون او يتم فيها اضافه تعديل اول شيء نحن من اهداف المشروع من نشاطات المشروع من بدايه المشروع من شهر تقريبا من شهر 2 كان في ورش عمل اللي هي ورش توعويه للاحداث عن عداله الاحداث. الورش هي تقريبا تنفذت في كل المحافظات تنفذت في حتى المؤسسات كانت مو يعني مش فقط في مؤسسات وفي جامعات انا توجهنا كافة شرائح المجتمع صيادين مزارعين عمال يعني حتى كنا نروح احيانا على يعني احنا كمان بندعو لتفعيل دور القضاء العشائري لانه بصراحه دور القضاء العشائري سوري هو افضل للاحداث. انا طبعا الطفل عندي بدل ما مثلا انه انا احطه في السجن او كذا لا انا بجيب بجيب مثلا مختار المنطقه او مختار العيله بيصلحوا بيروحوا الطفل على طول بدل ما ينفتح للطفل ملف لانه الطفل لو بات ليله واحده بالنظاره يعني على طول بصير عندي هذا الطفل في عنده ملف وبصير خلص انه مصنف كمجرم تمام وهي اشكاليه. طيب قديه رايك في هناك تفاعل من قبل الصلح العشائري او العشائر الموجوده في قطاع غزه بانه فعلا يتم تفعيل قانون مختص بالاحداث وانه يكون هناك ايضا متابعه مستمره لهي القضايا اللي بيتعرض فيها الاطفال للعنف او للقضايا البسيطه ممكن تتعرض بصراحه نحن يعني في عندك جمعيه المستقبل اللي هي لرعايه ضحايا العنف هي جمعيه تقريبا جمعيه مخاتير طبعا برئاسه ابو سلمان المغني كان في بصراحه مع يعني والاستاذ سعيد عبد الله كان في تعاون مشترك كبير منهم كان في مشاركه لهم في الحمله كان في حتى في الجلسات اللي كنا احنا نحتاجها مثلا في الجلسات التوعويه كان القضاء العشائري يكون موجود كانوا حتى المخاتير يكونوا موجودين يعني ويبدو استعدادهم على انه انا مستعد اشارك في اي قضيه خاصه في بعض القضايا بيصير مثلا فيها بعض التحسس زي قضايا التحرش وكذا بقول لك نحن ما عندنا مشاكل طالما الطفل راح يطلع منها احنا ما عندنا اشكاليه جميل. فبصراحه كان في تعاون رائع من قبل القضاء العشائري ونحن بنتمنى يعني بنتمنى تفعيل دور القضاء العشائري خاصه في قضيه الاحداث. جميل. هل سيكون هناك متابعه من قبل الحقوقيين والقانونيين الموجودين في قطاع غزه لعمليه التحقيق حتى مع الطفل يعني احنا بنعرف انه ما فيش محقق مختص للتحقيق مع هذا الطفل مع آلية التعامل النفسي معه مع آلية حتى اتخاذ أو أخذ المعلومات من هذا الطفل بطريقة بسيطة ومن غير تعنيف تقريبا نهاية الأسبوع اللي راح نحن كان في لنا زيارة للشرطة حاليا هم الشرطة عاملين زي مركز حقوقي كانت في جلسة مع العقيد وأم مطر كان الهدف منها الزيارة هاي اللي هو تفعيل وضع مذكرة التفاهم على أساس أول شيء نحن بنطالب أن يكون في شرطة مختصة شرطة نسائية وشرطة طبعا من الرجال يكون وجود شرطة مختصة وجود غرف تحقيق خاصة داخل مراكز الشرطة في قطاع غزة هو كان بصراحة طرح أنه يتم تنفيذ التجربة هاي في مركز شرطة الشجاعية على أساس يعني اتساع المساحة الجغرافية هنا وجود إشكاليات متعددة للأحداث بتعرف المنطقة مزدحمة منطقة فكان في على أساس طرح بسيط أنه حيكون في مثلا غرفة في كل مركز شرطة هذا كحل أولي مختصة بالتحقيق مع الأطفال ويكون كمان أنه وجود شرطة نسائية لأنه يعني بضل برضو العنصر النسائي في التعامل مع الطفل أفضل من الراجل صحيح يعني لأنه أنت بتعرف الطفل بيكون محتاج زي ما بيقولوا لحنان الأم صحيح فبيكون الشرطة النسائية أفضل يعني أفضل يعني حتى في التعامل احنا بنتمنى طبعا أنه يتم تطبيق هاي الخطوات ولو كانت بسيطة في تعاون تقريبا بسيط بس للأسف أنه بيتم دائما يعني تعويل على أنه الوضع الانقسام السياسي. نحن نتمنى انه ينتهي الانقسام السياسي ولكن إن شاء الله أكيد. الى ذلك الحين نتمنى ايضا انتهاء مشكلات الاحداث والاطفال الموجودين أكيد. في قطاع غزه وتعزيز القوانين المختصه بهم أكيد. اشكرك جزيل الشكر على مغاري منسقه مشروع تعزيز سلام. الحمايه القانونيه للاحداث مع الخلاف مع القانون يسعد صباحك شكرا كثير لك يسعد صباحك خوله شكرا كثير لك طبعا بهيك مشاهدينا الكرام بكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامجكم فلسطين هذا الصباح هذه عوده لاستديوهاتنا برام الله وزميلي خميس يسعد صباحك من جديد
سعد صباحك خولة، شكرا جزيلا لك ولضيفتك ومشاهدينا. يعني نتمنى السلامة للزميلة منى هواش اللي ما قدرت تكمل معنا البرنامج، إرهاق وتعب بسيط إن شاء الله. ألف سلام عليك يا منى. وفلسطين الصباح مستمر معكم بعد فاصل قصير، نتحدث عن الثقافة في مواجهة الفساد، ومعنا السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد. تعزيز دور وثقافة المواطن الفلسطيني في مكافحة الفساد، يسعدنا في هذه المحطة نرحب بالسيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد. صباح الخير، أهلا ومرحبا معنا سيد رفيق. بداية، كيف تقيمون دور وثقافة المواطن الفلسطيني في الكشف عن قضايا فساد، وأيضا كيف بتشوف ثقافة أو تعزيز هالثقافة عند المواطن الفلسطيني؟ بالفعل في أن تعاون من قبل المواطنين في هذا الموضوع أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يسعدنا أن شعبنا يحمل مبادئ وقيم يعتز بها، وهي قيم منتشرة بين جميع الأجيال بلا استثناء. ولذلك احنا بتقدرش يعني ما بتلاقي في مجتمع عنا، في عشيرة، في قبيلة، في جامعة، في مدرسة، في أي مكان، من يعتز بأنه ابنه حرامي أو هو حرامي. أكيد مش عندنا هاي الشغلة. أكيد. وفيش عندنا واحد ما بيعتبرش انه الفاسد مرفوض ومدان. ولذلك نحن نحرص عندنا في هيئة مكافحة الفساد الا نعلن عن المتهمين، لانه المتهم عندنا وحسب القانون بريء حتى تثبت ادانته. وبالتالي الاعلان عن وجود متهم عندنا، بتعرف مجتمعنا لكثرة حساسيته بقيمه ومبادئه، يدمر هذا الانسان مجرد ان يتهم. نحن لا ندين ولا نبرئ، نحن نحقق. فإذا ما تأكد لدينا أن هذا الإنسان عليه تهم موثقة، نقدمه للمحكمة، ومحكمة الجرائم الفساد هي التي تدين أو تبرئ. لا، عندنا الحمد لله قيم ومبادئ نعتز بها من الجميع. وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك، لم نطلب مواطن فلسطيني للشهادة أو للاستفسار أو لأي إلا وحضر. وزير، مدير، وكيل، رئيس، كل الشرائح من جميع يعني ما عندناش ولا حالة. اللي طلبناه بيجي بناخد أقواله وبيجي يساهم بمنتهى الاحترام ويخرج بمنتهى الاحترام. وبالتالي هذا الموضوع احنا قيامنا نعتز بها. أما قضية التعاون، لا شك أننا نحتاج إلى جهد أكبر. لأن بعض الناس بقول لك كيف أنا أحكي على ابن عمي؟ كيف أنا أجي أشهد ضد جارنا؟ كيف مرات العلاقات الاجتماعية هذه المتشابكة يعني تكون عقبة في سبيل معرفة الحقيقة بسرعة ومن جميع الجهات. ومن هون كيف ممكن تعزز دور المواطن في أنه بالفعل يبلغ عن الفساد وحالة الفساد؟ حال الحقيقة نقوم بدور مهم جدا على صعيد عملية الردع والثقافة التي تدفع بهذا الاتجاه. يعني احنا عندنا قيم دينية تدعو الى محاربة الفساد، صحيح. وعندنا قيم وطنية، وعندنا قيم عائلية، وعندنا قيم على جميع المستويات. احنا تعاوننا مع رجال الدين كلهم وبلا استثناء، المسلمين، المسيحيين، السامريين، وعملنا 4 مؤتمرات كبيرة في الجنوب في بيت لحم، وفي الوسط في القدس، وفي رام الله، وفي نابلس، واتخذت قرارات وتوصيات باستعمال كل المبادئ والقيم الدينية لمحاربة الفساد وعمل الردع والوقاية من الفساد قبل أن يحصل. وذلك بالاستفادة من وجود هؤلاء في المسجد، في الكنيسة، في الكنيس، وكذلك بالنسبة لقيم والمبادئ الدينية. وكذلك قمنا باستخدام الجامعات والتعاون مع رؤساء الجامعات ومع أساتذة الجامعات ومع الكليات ومع الطلبة في هذا الاتجاه، مع المدارس الابتدائية، تنشئة الثانوية، الجيل الناشئ، مع رجال التعليم المختصين بالمناهج، حتى يكون هناك في إجماع وطني وثقافة وطنية من جميع الجهات للتعاون من أجل حصر عن موضوع الفساد والوقاية من الفساد قبل أن يحصل. هذا شيء نحن قمنا
اتخذ خطوات كثيرة جدا بهذا الاتجاه وما زلنا مستمرين في هذا. وهذا يدعو كل مواطن إلى التعاون معنا، لأننا نقول بصراحة هذه هيئة مكافحة الفساد هي هيئة للشعب، لكل الشعب. صحيح. ليست لحزب ولا لوزارة ولا لجهة معينة، ولذلك الجميع سواء أمام القانون، ولذلك نحن ندعو جميع إخواننا أن يساهموا في العمل مع الهيئة. وأهم مساهم يساهم فيها يقولون عنكم غلط، نسمع منهم وبنناقشهم، يا بنقنعهم ونوضح لهم الموضوع، يا إما نحن نصحح الخطأ اللي موجود عندنا. ولذلك نحن على اتصال مستمر بكل أجهزة الإعلام. يمكن قليل من خارج فلسطين يمكن أن يصدق أنه هيئة مكافحة الفساد هي التي عقدت مؤتمرين وجاي الثالث الرابطين للإعلاميين من كافة المستويات وكافة الاتجاهات. انفتاح تام، انفتاح تام على الجميع. نحس انه نحن جزء من الاعلام والاعلام جزء منا، وكلنا بدنا نتعاون مع بعض لكشف الحقيقه. بكل تاكيد. ومن هنا نقول نحن في الخندق الواحد مع ابناء شعبنا ضد الاحتلال الذي يعتبر المصدر الاول للفساد في المجتمع الفلسطيني، وضد المتعاونين معهم. فالاحتلال وعملائه ورجاله في خندق، وشعبنا الفلسطيني كله في خندق، مقابل لمحاربة الفساد والوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد حتى لو دعمه الاحتلال. شرط للجامعات سيد رفيق، كيف دور المثقف الفلسطيني أيضا في هذه المسألة؟ كيف تنظرون وأي دور تنتظرون من المثقف الفلسطيني في مكافحة الفساد؟ المثقف الفلسطيني أقدر من غيره على معرفة الأمور نظرا لاطلاعه وثقافته ومتابعته، وبالتالي عليه أن يتخذ كل وسائل الثقافة المتوفرة، الوطنية والدينية والقومية والإنسانية، كلها يستعملها في خدمة هذا الهدف الذي يعتبر هدف عالمي ودولي. اليوم ظاهرة محاربة الفساد ظاهرة دولية ليست إقليمية. يعني أقول لك مثلا، تفضل، رجال الدين أو خلينا نقول عنهم علماء الدين كما يعني يحب الآخرون أن نقول، أديش في عندنا نحن مناجم من القيم في الأديان نستعملها في هذا الاتجاه؟ يعني لماذا لا نذكر باستمرار حينما وقف بدوي، أنا ما أذكر اسمه وبعرف التاريخ ذكر اسمه ولا لا، وقف عمر بن الخطاب يخطب في المصلين في يوم جمعة لهم، أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وقف له بدوي قال له لا سمع ولا طاعة، يعني فصل اعترافه بولايته. قال له ليش؟ قال له لأنه أنت رجل طويل طويل القامة ولابس ثوب طويل، ونحن ما طلعناش إلى نص ثوب، يعني كل أثوابنا قصيرة، من وين أخي جبت الباقي؟ ليش أنت هالقد ماخذ وإحنا أقل؟ فعمر الخطاب نظر في المسجد قال عبد الله عن ابنه في المسجد؟ قال نعم يا أبتي. قال له جاوبه. فقام عمر قال له والله يا أيها الرجل إني أهديت حصتي أنا لأبي، وصل التنتين مع بعض طلعوا ثوب طويل. شوف هذه القيم تعلم الناس كيف يقولوا الحق، كيف يقولوا الصح، كيف يخدموا المجتمع. عمر كان يفتش في الليل عن أحوال الناس، سمع امرأة تقول لبنتها يا بنتي اخلط اللبن بالماء، قالت لها هذا عمر بن الخطاب قال حرام ولا يجوز هذا ممنوع، قالت لها مالنا مال عمر، ما هو عمر مش شايفنا، فيش حد شايفنا، قالت لها إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فهذه قيم بدنا نحكي فيها نتكلم فيها نستفيد منها. يعني مثل هذه الأمور وهي كثيرة جدا في كل الأديان نسبيها من ناحية دينية، من ناحية وطنية. أنا بدي أفهم كيف يمكن أن يكون مفهوما لدى أي فلسطيني في هذا المجتمع، ناس بيستشهدوا وناس بيسرقوا، كيف هذه بتزبط؟ كيف يمكن لأي فلسطيني أن يقبل على نفسه هذا؟ لا، نحن جميعا في الخندق الواحد ضد الفساد والاحتلال وعملاء الاحتلال من الفاسدين. نعم. في المؤتمر الأخير أشرتم سيد النشأ إلى القضايا الفساد، ربما أشرتم إليها بالأرقام مع ما تعاملت معه هيئة مكافحة الفساد بالأرقام، ولكن أشرت أيضا في بداية حديثك أنكم في الهيئة لا تعلنون عن أسماء حتى تثبت الإدانة. هذا الكلام يعني ربما ينظر إليه المواطن على أنه يجب والله احكي لي مين قام بهذه القضية عشان أنا أعرف، أنا أكون عارف إيش صار بالقضية الفلانية بالقضية الفلانية بالقضية الفلانية. ما بعد البت في هذه القضايا أيضا لا يعلن عن أسماء متورطين في قضايا فساد، وإحنا نحكي هنا عن قضايا ممكن تكون كبيرة و
وقضايا ممكن تكون صغيرة ويعني هي، ولكن الفساد فساد سواء كانت قضية صغيرة أو كبيرة. هل سنكون في القريب أو المستقبل أمام نهج جديد ربما لإعلان عن أسماء متورطين في قضايا فساد مختلفة من قبل هيئة المكافحة الفساد؟ حتى النقطة هي مهمة، يتعزز ثقافة المواطن إنه والله ما بين مزدوجين ولا أتهم هنا، ولكن بدأ أستخدم المصطلح القضية لا يتم تلفيقها أو لفلفتها وتذهب يعني أدراج المكاتب. يعني كنت أتمنى أن يكون سؤالك هل تعلنون عن نتائج قضايا المحاكم، مش لماذا لا تعلنون. لا، أنا أقول الحقائق، يصدر قرار من محكمة جرائم الفساد، عشرات القرارات يعلن بكل وسائل الإعلان المتاحة والقانونية عند الهيئة، بترميز يعلن بالاسم الواضح والصريح. لا، تنتهي القضية يعلن بالاسم. أما قبل أن تنتهي يعني في القضية فيها استئناف يمكن يطلع براءة بالاستئناف. يعني هذه اللي بتأخر الموضوع. ومع ذلك نحن لا نتهرب من المسؤولية، نقول بأنه نحن مقصرين في الإعلام اللي هو لمصلحة الهيئة ولمصلحة الفكرة ولمصلحة المجتمع، وهذا ما نسعى إلى توسيعه أكثر، توضيحه أكثر للجمهور. بعض الجمهور يقول لك يا أخي ما سمعناش ولا قضية أنتوا بتيتوا فيها. هذا المواد يعني مع الأسف الشديد إصال لرسالة المواطن. لا، صحيح. إحنا عشرات القضايا بتت فيها المحكمة، مش إحنا، لا نحن الذين نحكم ولا نحن الذين نعلن، يجب أن نكون معروفة، نحقق، ولكن نحن نحقق، وحينما يثبت لدينا أن هناك وثائق كثيرة ثابتة نقدمها للمحكمة. ونحن لا نتخلى من المسؤولية، لا، نحن مع المواطن أنه يجب أن يعرف ويجب أن يعلن ويجب أن يكون هذه وسيلة ردع للآخرين. ولا إحنا كيف عم يتم الحكم على نحن نذكر امبارح كنا في مؤتمر عربي للدول المشتركة بمحاربة الفساد بالاتفاقية الدولية في القاهرة، كان هذا المؤتمر. نعم، وشكرت مصر على موقفها أنه كان في عندنا قضية فيها 40 مليون دولار، كلفني الرئيس أروح على مصر وأطلب من الإخوة المصريين يساعدونا بهالشغله. طب في قرار عندنا مد، تعرف الروتين في مصر قاتل. ومع ذلك اهلا وسهلا فيكم، احنا حاضرين، واذا قرار المحكمه تم وراء لما نفذوه وحول الينا 40 مليون دولار للسلطه متابعه. مما لا يمكن ان ننساه ان هناك متابعه من عندنا على بالوسائل القانونيه والدبلوماسيه والاداريه باعاده الهاربين خارج الوطن، مثل عندنا بعض الهاربين في الأردن مدد رجليه ومعه جواز سفر أردن الجنسية ومحدش أنا بوصلني، امنع لي دعوة وقضية وتابعناه، فحكمت المحكمة الأردنية بتسليمه لهيئة مكافحة الفساد هذا المجرم، واعتمدها جلالة الملك عبد الله الثاني، اعتمد هذا القرار وسلم لهيئة مكافحة الفساد على الحدود، وجبنا وكملنا التحقيق معه حسب الأصول القانونية. إحنا الآن هذه خطوة نعتز بها ونشكر الأردن عليها وشكرناه وصدرنا نشكره لأنها نموذج مثال، لأنه عندنا عشرات الحالات في الدول العربية والأجنبية بعشرات الملايين ويمكن أكثر من بالانتظار. فنحن نتابع هذا الموضوع في على كافة المستويات ونعلن عنه ونشكر كل من يتعاون معنا في هذا الإطار، ولكن أمامنا لسه الطريق طويل ويجب أن نتعاون الجميع على في الطريق الطويل هذا. ما هي أبرز التحديات التي تقف حائل دون تنفيذ كل التصورات من قبل يعني الفساد؟ التحديات أهمها وأولها أنه بعضهم يتحجج بأنه نحن لسنا دولة كامل العضوية. طب ما في دول عربية كاملة العضوية وسرق منها وأخذ منها مليارات مش قادرين نحصلوها من الدول التي تزعم الديمقراطية، ومع ذلك احنا مستعدين. نحن نقوم بمحاولاتنا بوضعنا قبل أن نكون دولة مراقب وبعد أن كنا دولة مراقب، وسنستمر بذلك، وهذا كله عملناه ونحن دولة مراقب إلى أن نصل إلى استرداد كافة حقوقنا. وأنا أقول لإخواننا اللي في الخارج، ارجعوا سووا أموركم وكونوا مواطنين مستريحين هادئين في وطنكم في بلدكم، ونحن والله لن نترك أحدا بإذن الله ما دمنا موجودين وقادرين على متابعته في كندا، في استراليا، في بريطانيا، أي مكان في العالم، أموال الشعب الفلسطيني بدها ترجع. طيب في ختم اللقاء يعني حاب أسمع منك رسالة والمواطنين أيضا يسمعوها، رسالة من رئيس هيئة مكافحة الفساد سيد رفيق النشا للمواطن الفلسطيني في إطار تعزيز ثقافة المواطن الفلسطيني في محاربة الفساد والمفسدين والتبليغ عنهم. تفضل. يعني أولا أيها الإخوة المثقفون،
أيها الإخوة علماء الأديان جميعا، أيها الإخوة المسؤولون الثقافة وغيرها، يجب أن يكون جهدكم منصب ومركز على معرفة الفساد ووقف كل القنوات التي تؤدي إليه وكشف الفاسدين والمفسدين والتعاون مع الهيئة ومع جميع الجهات المختصة من أجل الوصول إلى المجتمع الفلسطيني الذي أعلننا عن هدفنا الأساسي في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية الأولى ثم الثانية، وهو الوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد. فعلى رجال الثقافة أن يستفيدوا من الثقافة لتعزيز دور المجتمع في محاربة الفساد، على علماء الدين أن يستفيدوا من الدين والأماكن الدينية لذلك، على زعماء الأحزاب اللي هم أهم شيء في الدنيا وأصحاب القرار أن يقوموا بهذا. بعد أقول لك إذا كان حزب فاسد في داخله كيف بده يعطي صلاح لغيره؟ وإذا كان جمعية فاسدة كيف هي بدها تخدم المجتمع الفلسطيني؟ أنا لا أقصد جهة معينة ولا فئة معينة، أنا أقول نحن كشعب كلنا واحد، فعندنا مشكلة الفساد. إذا كان كل العالم عنده إمكانية أن يقبل بالفساد اللي عندنا، إحنا لا يمكن أن يكون عندنا، لا يمكن أن نقبل الفساد ولا يمكن أن نهاجم الفساد. خلي يكون معروف هذا الكلام، وكلنا جميعا في الخندق الواحد لمحاربة الفساد، يدنا بيدكم جميعا من أجل تحقيق أهم ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية التي تقوم على الحق والعدل، من أجل وجود مجتمع فلسطيني، سلطة فلسطينية خالية من الفساد. هذا ممكن؟ نعم ممكن بإذن الله وبالتعاون مع بعض. شكرا جزيلا لك سيد رفيق نشا رئيس هيئة مكافحة الفساد، صباح الخير. شكرا لكم حياكم الله. مشاهدينا إلى فاصل قصير ونعود مع محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا من جديد مشاهدينا، محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح مباشرة من طول كرم، وقصة خذلان الشتاء وكاتبة القصة شهد عبد الكريم ابنة 16 عاما تنضم إلينا من استوديوهاتنا في طول كرم. صباح الخير شهد، أهلا ومرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح.
اهلا يا هلا، صباح الخير للجميع. يسعد صباحك. اسمحي لنا شاهد انت وسادة المشاهدين ان نتابع بداية هذا التقرير للزميلة ديانا حكمت ونبدأ حوارنا حول قصة خذلان الشتاء. الحياة موسمية الفرح دائمة الأحزان، هكذا أنهت الطفلة شهد قصتها القصيرة لتكون نافذة تطل بها على معاناة الأسرى وذويهم، وتسرد بكلماتها وأسلوبها البسيط واقع الآلاف من العائلة الفلسطينية. لتسعة أعوام وما زال الشتاء يخذل شهد، فشتاؤها لا يعرف التمام شمل عائلتها بعد أن اختطف الاحتلال في يوم بارد أخاها ومدللها أحمد ليكون مصدر إلهام لطفلة بعمر الورد، تخط مشاعرها ومن حولها بكلمات توثق معاناة ذوي الأسرى في قصة قد تبدو قصيرة ولكنها تحمل بين سطورها وجعا مغلفا بالأمل. ذكريات تسردها في كتاب من 53 صفحة أبطاله واقعيون، وتجد أحداثه في يوميات كل عائلة فلسطينية اختطف الاحتلال أحد أفرادها لتكون صوت الطفولة الدامي المحروم من احتضان أخ أو أب يقبع خلف قضبان الاحتلال. اعتقال أحمد أو حسام كما اختارت أن يكون اسمه في القصة كانت نقطة تحول في حياة شهد رغم قساوة ذلك المشهد ورسوخه في مخيلتها، لكن ما كان أن يصبح كتابا وقصة أدبية إلا بتشجيع ومؤازرة من أهلها والصالون الثقافي الكرمي الذي شجعها على القراءة والكتابة لتغدو مفخرة لعائلتها ومدينتها طول كرم. والله يعني أشجعها، هي بتكتب وهي بتيجي تسمعنا، وبرضه يعني لما نروح نزور تقولنا كيف، ولما شو نشوف من عند لما نروح شو مشاعرنا وما مشاعرها وشو بيوم الزيارة شو صار في معنا، تكتب ويعني في كان هي نسيت إشي أذكرها وإشي شو من المعاناة اللي بنشوفها. هكذا هو حال الطفولة في فلسطين، مسلوبة بهموم يزرعها الاحتلال في قلوب بريئة، لكنه لا يعلم أن الإبداع لا يولد إلا من رحم المعاناة. ديانا حكمت لبرنامج فلسطين هذا الصباح طول كرم. شكرا لزميلة ديانا حكمت على هذا التقرير. مرة أخرى نرحب بالشهد عبد الرحيم كاتبة قصة خذلان الشتاء، أهلا ومرحبا بك معنا مرة أخرى شهد. ويعني هذه القصة كما أشارت ديانا في تقريرها هي مستوحاة من قصة اعتقال شقيقك أحمد يعني منذ 9 سنوات، تعطينا مزيد من يعني الأفكار التي حملتها هذه القصة خذلان الشتاء. نعم، أنا ركزت فيها على جزئية من ممارسات الاحتلال المتمثلة بالأسرى بدءا بلحظة اعتقال الأسير وانتهاءا بنهايته سريعا في حادث سير ليترك خلفه 3 أيتام يتنازعهم القدر، مرورا بأيام الأسر وعذابات السجن والسجان وموت الأم، وكذلك صنعت من الأسير قارئا نهما ومثقفا مدرك لدوره في الحياة واتجاه الوطن. نعم، ما الرسالة ممكن شهد التي حاولت من خلال هذه القصة وأنت تتحدثين عن معتقل ربما يكون نموذج لحالات اعتقال المعتقلين للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما الرسالة أو الرسائل التي أردت إرسالها من خلال هذه القصة؟ نعم، هنالك صفحة في الكتاب أسميتها باعترافات، وضعت رسالة فيها أعترف أن هذا المس ليس قصة وإنما رسالة، وما كتبتها في هذه السن إلا لأوضح للآخرين بأن طفلة في 7 من العمر قد لا تتذكر الأحداث بعدما كبرت، ولكنني أريد أن أثبت أن الأحداث الحزينة أكثر التصاقا بالعقل والقلب، فربما ننسى المسرات والضحكات لكننا لن ننسى الدموع والآلام. وجهت أيضا رسالة لأصحاب المؤسسات أن من الضروري جدا إعادة تأهيل الأسير بعدما يخرج من السجن. على ماذا تمتي شاهد في تفاصيل نسج هذه الحبكة خلال القصة التي أشرت إليها؟ وكم مرة أخرى نذكر بأنها يعني مستوحاة من قصة شقيقك في الأسر. يعني
هي حادثة الاعتقال وحتى الفصل الرابع من القصة هي من الأحداث الحقيقية التي حصلت معي، وبعد ذلك استوحيتها من البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن عائلات الأسرى ومن أدب السجون أيضا. لكن أولا وأخيرا يعني التجربة وحدها لا تكفي، يعني سواء كانت حسية أو غير حسية، هي توفر الواقع، يوفر الحدث في مادته الجينية، والواقع يقدم الشخوص نطفا، ولكن المبدع هو من يضفي الواقع على الفن ليصبح فيما بعد واقعا فنيا. نعم، هذا أول يعني عمل أدبي إنجاز التعبير لإلك شهد، ولا في أعمال أخرى؟ نعم، أنا كنت أكتب في صحيفة القدس الفلسطينية بدعم من الأسرى وشقيق الأسير منذ عام 2014. وحابة تستمري في هذا المجال؟ إن شاء الله. هي لم أنتهي من قضية الأسرى، إنما يعني هذا الكتاب هو بداية البداية للالتفاف حول قضية عائلات الأسرى والأسرى. وأنت يعني في مقتبل العمر يعني 16 سنة وتقومين بتوثيق هذا النوع من القصص، قصص ومعاناة الأسرى الفلسطينيين، واخترت قصة ربما شقيقك أحمد. ما هي رسالة شاهد للمثقفين الفلسطينيين، الكتاب الفلسطينيين، الأدباء الفلسطينيين في مجال توثيق معاناة الأسرى بشكل عام؟ ولدينا من القصص الكثير والكثير، وربما في الفترة الأخيرة لدينا يعني عناوين كثيرة ممكن الحديث فيها والحديث يطول. نعم صحيح، يعني أنا أوجه رسالة لهم بأنهم عليهم الالتفاف حول هذه القضية. يعني أنا من خلال قراءاتي في أدب السجون، وكما أشار كذلك وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ عيسى قراقع، أنه لم يكتب من قبل في قضية عائلات ومعاناة عائلات الأسرى، وبالتالي أنا كتبت هذا الكتاب لأنه يسد ثغرة. وبالتالي أتمنى يعني من الجميع ومن المثقفين والكتاب أن يلتفوا حول هذه القضية، لأن معاناة عائلات الأسرى جزء لا يتجزأ من قضية الأسرى. سعيدة بهذه التجربة يعني أنت شهد أم ماذا؟ نعم أكيد جدا، ويعني يكفي أيضا شقيق الأسير والأسرى كلهم من معه يعني في القسم ساعدونا بهذا. شعرتي بأنك قدمت شيء للقضية الوطنية للأسرى الفلسطينيين بشكل عام ولشقيقك على وجه الخصوص؟ نعم، لأن أضعف ما في الحيلة أن يقاوم كل فرد من مكانه بالكلمة وبالكتابة وبالقلم. في إطار ربما المراجعات لهذه القصة، كيف يعني هي ما قدم حولها من طروحات، ربما من نقد، ما إلى ذلك؟ الحمد لله للآن يعني نالت إعجاب كل من قرأها، لأنها يعني مرة أخرى تسد ثغرة، لكن النهاية الكل يقول أن النهاية يعني كانت موجعة أكثر. على كل حال شكرا جزيلا لك شهد عبد الرحيم، كاتبة قصة خذلان الشتاء، كنت معنا هذا الصباح مباشرة من استديوهاتنا في طول كرم. صباح الخير، كل التوفيق ونجاح نتمناه لك، إن شاء الله بنشوف كتابات أخرى وقصص أخرى وروايات أخرى تركز على الهم الوطني وغيره. صباح الخير، شكرا شهد. شهدنا لفصل قصير ونعود بمحطة أخرى من فلسطين هذا الصباح، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
صباح الخير يا وطن يا غالي، غناها الطير عكروم الدوالي. صباح الخير يا وطن يا غالي، غناها الطير عكروم الدوالي. غنى الحسون فوق المرج الاخضر على الليمون والورد اللي زار، شدد لحنون من مسك وعنبر يداوي الروح من كل العنادي. صباح الخير يا وطن يا غالي، غنى الحسون فوق المرج الاخضر على الليمون والورد اللي زغر، شدد تحنون من مسك وعنبر يداوي الروح من كل العنادي. يا وطننا فداك الروح في الدنيا املنا، صباح الخير تسلم يا وطننا فداك الروح في الدنيا املنا، بهم وجد جددنا عملنا تبقى دوم يا وطن بالعالي. صباح الخير يا وطن يا غالي، غنى الحسون فوق المرج الاخضر على الليمون والورد اللي زغر، شدد تحنون من مسك وعنبر يداوي الروح من كل العنان. معش حرور الوادي على الليمون والورد اللي نادي، غنى الحسون معش حرور الوادي على الليمون والورد اللي نادي. عباب الله بالهم يا ولادي، ابن الأوطان لكل الأجيال. صباح الخير يا وطن يا غنى الحسون فوق المرج الاخضر على الليمون والورد اللي زغر، شدد تحنون من مسك وعنبر يداوي الروح من كل العلاج. إلى موضوع آخر من فلسطين هذا الصباح مشاهدينا، وتقليل استخدام الدهون المشبعة والمتقابلة. هذا الصباح معنا مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة علاء أبو رب. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. صباح الخير إلى كل جميع المشاهدين. صباحك دهون مشبعة ودهون وأخرى متقابلة. وأخرى متقابلة. أخرى متقابلة. كثير موضوع مهم، كثير ناس بيجهلوا حتى موضوع كيف دهون مشبعة والدهون المتقابلة. خلينا نوضح المفهومين بداية، وكيف بعدين ممكن يقللوا من هالاستخدام ما ينعكس عليهم على صحتهم إيجابيا في إن شاء الله في وقت لاحق. أول شيء يعني الدهون المشبعة، نحكي الدهون المشبعة. طبعا الدهون بشكل عام او الليبيدات بشكل عام تقسم الى قسمين، دهون وزيوت. الدهون هي بتكون على درجه حراره الغرفه صلبه، والزيوت بتكون سائله. مثال على ذلك نيجي نحكي السمن البلدي بكون صلب على درجه حراره الغرفه، وزيت الزيتون بكون سائل على درجه حراره الغرفه، ففي زيت وفي دهون. تمام. تقريبا الدهون
في منها مشبع وفي منها غير مشبع. المشبع يعني بيكون على الأحماض الدهنية اللي بتكون هاي الدهون، بتكون في عندها روابط غير مشبعة، أو في الكيمياء يعني روابط ناقصة الهيدروجين، فهذا بيؤدي إنها تكون أطرأ وبتكون كمان قريبة من السائل أكثر من الصلب. لكن إذا كانت كلها مشبعة والهيدروجين كامل مكتمل في هذه الزيوت بتكون هي بنسميها دهون مشبعة، بتكون صلبة على درجة حرارة الغرفة. فطبعا هلا طبعا شو تأثيره على الصحة من ناحية كيميائية، لكن شو تأثيره هذا على الصحة؟ الدهون المشبعة بيحتاجها الجسم بكميات قليلة أقل من الدهون غير المشبعة. طبعا الدهون المشبعة لها مصدرين، في مصدر طبيعي يعني الله خلقها هيك مثل زيت النخيل، زيوت النخيل كلها بتيجي هيك طبيعتها، ولكن في زيوت هي بتكون أصلها في دهون بتكون أصلها سائل، وإحنا منضيف لها الهيدروجين في عملية الهدرجة. فلما نضيف عملية الهدرجة منضيف لها الهيدروجين، ذرات الهيدروجين بتيجي إما بتكون واحدة مقابل واحدة، واحدة هون يعني بتقول والتاني مقابلها، أو إنه بيكون متجاورات. هل إذا كانت متجاورات يتعرف عليها الجسم ويستخدمها في عملية البناء والهدم ويستخدمها في جميع العمليات الحيوية، لكن إذا كانت متقابلة فالجسم لا يتعرف عليها، وهون تبدأ المعاناة وتبدأ الكارثة. الزيوت المتقابلة يعني من اللي بتيجي من الهدرجة ومن الأنواع المختلفة الموجودة في البلد، طبعا بتأثر هذه فورا على الدماغ، بتأثر على القلب، على الشرايين، على الكلى، على ينهك الكبد في التعامل معها. فهي الدهون كلياتها تأثيراتها سيئة جدا على الإنسان. مشان هيك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة الدولية كلياتهم بيحكوا بنفس الإطار إنه تقليل نسبة الدهون المتقابلة. هذا ناهيك على خلينا نعطي نماذج كيف ممكن نقلل نسبة الدهون المتقابلة في غذائنا اليومي وبالتالي نتجنب كل الأضرار اللي ممكن تؤدي على الصحة. طبعا هاي الزيوت المتقابلة وين موجودة؟ احنا اكثر شيء من الان موجودة في شيء اسمه المارجرين. المارجرين بجوز معروف كل الناس، كوبال كثيفة كثير يعني الزبدة هي غالية ومرتفعة ثمنها، لكن مشان هيك قلدوها في شيء اسمه مارجرين اللي زي الزبدة، لكن هي أصلها نباتي ومعظمها زيوت مهدرجة. هلا وين ما كتب زيوت مهدرجة لازم على المواطن والناس يعني والإنسان يتجنبها، ما يشتريهاش. أي شيء كتب عليه زيوت مهدرجة، المشكلة مش الكل بيقرأ، مش الكل بيقرأ، ما احنا بدنا نعلم حالنا على ثقافة القراءة قبل ما نشتري أي شيء مكتوب عليه دهن. يعني هاي اللي بتكون مكتوب على أي منتج هي مش للزينة، لا هي عشان تاخذ معلومات ايش المحتويات، ايش المكونات، بالتالي هي اجباريه، ولكن مش كل الناس بتطلعوا عليها انه ايش موجود مكتوب، بالتالي ممكن مكتوب عليها توافق معك ولا يتوافق معك. احسنت صحيح. فاحنا بدنا يعني نثقف حالنا حتى في المدارس بيعلموا الاطفال انه اقرا الليبل، اقرا بطاقه البيان، مكتوب تاريخ الانتهاء، تاريخ التصنيع، لكن كمان بنفس اللحظه كمان نقرا ايش المكونات الأخرى. فإذا كتب عليها زيت مهدرج ما نشتريهاش، لأنه إحنا بغنى عن الزيوت المتقابلة يعني أو الدهون المتقابلة. ممكن بكل بساطة نستبدل شغلات بدالها. في أنواع سمنة في البلد، يعني السمن مشهور في البلد عندنا اللي بيعتمد على زيت النخيل، وزيت النخيل تقريبا في زيوت دهون مشبعة لكن مش متقابلة لأنه طبيعي. لكن الزيوت اللي بتيجي من إشي اسمه زيت مهدرج بكون ملان في الزيوت المتقابلة، هاي دهون متقابلة وبتعمل مشاكل للصحة. فإحنا في غنى عنها، وين ما كتب زيوت مهدرجة نبعد عنها. وغالبية المارجرين، يعني أنا مش ضد المارجرين، لكن بصراحة إنه بعد ما شفنا اللي في البلد كلها وكل المارجرين أصله ويحتوي على زيوت مهدرجة. صحيح مسموح في الزيوت المتقابلة أو الدهون المتقابلة نسبة بسيطة في الجسم تكون موجودة، ما تعملش سمية، ما تعملش مشاكل، لكن إحنا منحبذ ما منحبذ إنها تكون موجودة نهائيا في الأكل. أحب أستفسر عن السمنة البلدية وين هي؟ من السمنة البلدية هي زيوت أو دهون مشبعة.
فيها تحتوي على زيوت متقابلة بس بشكل كميات قليلة، لأنه هي أصلا نباتية يعني أصلها طبيعية حيوانية. لكن هي أصل يعني موجودة بشكل طبيعي. الزيوت المتقابلة بتيجي من عمليات صناعية مثل الهدرجة، يعني عملية بدها ماكينات ضخمة هاي تصنيع يدوي ما إلى ذلك، يعني بتكون أخف. لكن هون بيجي إنها هي زيوت مشبعة كمان، هي زيوت الزيوت المشبعة بشكل عام بيكونش فيها متقابل، لكن زيوت غير المشبعة بتكون إما متقابلة أو متجاورة. إحنا بنحكي ضد المتقابلة، لكن بشكل عام السمنة البلدية هي تحتوي على دهون مشبعة. طبعا الدهون المشبعة بكل حذافيرها الجسم بتعامل معها بكميات قليلة، والباقي بتغلب فيه، لأنه هاي الزيوت المشبعة بشكل عام بدها تسكر الشرايين، بدها تعمل تغلف الخلايا بطبقة دهنية وتمنع دخول الأنسولين، فبالتالي الجسم بده يصاب بسكر من النوع الثاني. إذا استمرينا في السمنة والأكل بده تزيد الوزن، بده تزيد الضغط، ضغط الجسم النوع الثاني اللي بيكون في مراحل غير معتمد على الأنسولين. يعني أنه الأنسولين موجود لكن لا يستطيع إدخال السكر إلى الخلية بسبب وجود الدهن مغلف هاي الخلية، فهون في بصير مشاكل. طبعا الناس اللي بيعانوا من نهيك على انه ماده الكوليسترول اللي هي منتج حيواني وليس منتج نباتي. الكوليسترول لا يوجد في المنتجات النباتيه، فمثلا بكتب لك زيت ذره خالي من الكوليسترول، هو باصله خالي من الكوليسترول، يعني فيش داعي انه انت ما عملتش اضافه ما عملتش شيء يعني. وفيش داعي تطلع يعني نقول انه زيت نباتي فيه كوليسترول ولا فيش. الزيت النباتي فيش فيه شيء اسمه كوليسترول. اما الكوليسترول بيجي من المنتجات الحيوانيه مثل لحم الضان يعني الخروف، لحم الماعز، لحم العجل، كل المشتقات العجل فيها دهون التي تحتوي على دهون. اذا كان فيها دهون مش حتى لحم العجل الحمراء لا فيها الحمراء اللي فيها الدهون اللي بتكون عليها دهون. في ناس بيحبوها بالدهون تبعها، في ناس بيقيموا الدهون. فاحنا بننصح اي واحد مريض ما عنده مشاكل، يعني ننصح كل الناس عدم انه ياخذ الدهون هذا، يعني حاول يخفف استهلاك الدهون. يعني في ناس في عندهم اصرار ويعني في منهم بياكلوا اللي اكل، شفت انا ناس بحطوا اللي بالملح وبياكلها بعرف كيف بهضمها، لكن يعني بقول لك هذه الصحه مش صحه، هي كلها امراض بتتراكم في وجه وزاره الصحه. عندنا بتكون كلها عجبتني كلها طبعا تراكم فوجة وعبء زيادة على ومسير على مهمة من مهمة وزارة الصحة علاج أمراض القلب، الضغط والشرايين. كيف بتكون قدرة الجسم ولا من جسم لآخر يعني العملية بتختلف في حرق كل هذه الدهون؟ لما حكينا عن اللية مثلا هاي كيف قدرة الجسم على حرقها أو تخزينها؟ في أجسام عندها القدرة على دائما عمليات البناء والهدم شغالة عنده بشكل كبير، فبتلاقي شباب بيضحكوا على قضيه وزاره الصحه انه كله متراكم في وجه وزاره الصحه. طبعا متراكم في وجه وزاره الصحه اكيد شيء طبيعي، يعني وزاره الصحه لازم تجد حلول يعني من ضمنها اللي احنا فيه يعني التثقيف الصحي والتوعيه. صحيح. موضوع الحرق انه الجسم في بعض الاجسام عمليه البناء والهدم سريعه فيه، فايش ما اكل يعني تقريبا بيحرقه، تفكيره سريع، كثير الحركه، كثير النشاط، فكمية الحرق عنده بتكون كثيرة. لكن في أجسام خاملة يعني إذا عاد بنا حسب النظام المكتبي وما إلى ذلك وطبيعة العمل والبيت لا يستخدم رياضة كمان ما لأنه العملية مع أنه بتلاقي اثنين، واحد بمشي وبتحرك وواحد قاعد في مكتب، تلقى تبع المكتب اللي قاعد في مكتب بحرق أكثر من اللي بمشي في بعض الحالات. ليش؟ لأنه استخدام الدماغ بيستهلك 50% من الطاقة من طاقة الجسم. فإذا استخدم الإنسان دماغه في التفكير، في القراءة، في الكمبيوتر، في عمليات التعلم المختلفة، المهارات، بيصرف طاقة كبيرة. ولكن في ناس بجلسوا على مكاتب ما بدهم يستخدموا لا مخهم ولا دماغهم، فبالتالي بقعد بكون شخصية كبيرة أو مدير أو أنه ما عنده استعداد للحركة. 6 ساعات من الجلوس بيؤدي إلى تراكم الدهون في جسمه، وشوي شوي تتسكر الشرايين، بتصاب بالسكري، بالضغط، وبصير عنده مشاكل مع الزمن. وبتعرف احنا السيارات هلا مشكلة، من السيارة باب المكتب وبقعد له 6 ساعات بيطلع من السيارة على البيت، ثاني يوم بيرجع فيش حركة فيش نشاط. طب ايش بالنسبة لزيت الزيتون؟ زيت الزيتون من الدهون بنسميها احنا الليبيدات غير او الدهون غير المشبعة.
طبعا زيت الزيتون في دهون مشبعه في رابطين او في ثلاث روابط كيماويه، في زيوت غير مشبعه. زيت الزيتون بيجي بالنص في رابطه واحده، وهو زيت معتدل وسط يحتاجه الجسم بشكل كبير. زيت الزيتون اثبت يعني انه من الزيوت المفيده في جميع انواع الامراض والوقايه منها. فاللي باكل زيت زيتون باستمرار، خصوصا منطقه البحر المتوسط اللي بيزرعوا زيت الزيتون فيها، فيها امراض القلب والشرايين اقل بكثير من الدول المجاوره مثل اوروبا امريكا، فيها مشاكل لانه اعتمادنا على زيت على هذا الزيت. طبعا بيؤدي هذا الزيت الى تليين الخلايا، تليين المفاصل. طيب هذا في شكله الطبيعي لما ناخذه يعني لحاله او ممكن مع زيت الزعتر او ما الى ذلك. نعم. ولكن بعمليه القلي كيف بيصير الموضوع؟ هلا عمليه القلي زيت الزيتون مش بتحملش زيت يعني ينقل فيه اكثر من مره واحده، مشان هيك ما ينفعش في الصناعه. يعني بتصنع مثلا تعمل فلافل فيه، تعمل شيبسي غير مجدي اقتصاديا، لانه اول شيء مرتفع الثمن، ثاني شيء بدخن. يعني لما تقليه بدخن، فاحنا بنحب نقلي فيه المره واحده. اذا مثلا بطاطا بالبيت، بيض، تكرار شو تكرار على طول بدخن وبيزنخ وبصير له ريحه وبكون جذور حره، بتعمل مشاكل في الجسم. ايش يعني جذور حره؟ جذور حره يعني انه الحامض الدهني الموجود ما بتكمل عملية أكسدته بالكامل، فيبقى حامل الإلكترونات في 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 محيطه، فهذا بيؤدي إلى إنه زيادة الجهد التأكسدي في الإنسان، ممكن يؤدي مستقبلا إلى وجود سرطانات. طبعا زيه زي الزيت ثاني يقلى فيه، لكن زيت الزيتون بطبيعته العادية بقلي مرة واحدة يتحمل ما لا تحمله غيره بقلي واحدة، ممتاز جدا للصحة وكويس. كمان زيت الزيتون فيه ميزة أخرى مش موجود إلا بزيوت ثانية مثل الهوهوبا، إنه زيت ممكن يدهن به. يعني إذا بتدهن وجهك بدهن الوجه، الإيدين، الجسم، المرأة الحامل، المرأة المرضع، هذا كلياته بيؤدي إلى تليين البشرة وتعديل البشرة، حتى ينصح فيه في حب الشباب ومشاكل عكس الزيوت الأخرى اللي موجودة في تدخل، لكن مش مثل زيت الزيتون. المداومة على الدهان به زيت الزيتون بيؤدي إلى بشرة نضرة مع الاستمرار فيه. بس مش واحد يدهن مرة ويقول بطل. مش يدهن ويطلع على الشمس، ممكن في المضار كمان. لا ما الشمس، احنا بنحكي كل الزيوت تدهن وتطلع على الشمس من نور، لأنه بده يتأكسد بده ينحرق وجهه. ينحرق وجهه أكيد. بنقلع هيك بعدين بصير. على كل حال شكرا جزيلا لك مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة على أبو روب. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أشكرك لكل هذه النصائح، وإن شاء الله المشاهدين يعني يستفادوا منها بقدر الإمكان. أهلا وسهلا، حياك الله. المحطة الأخيرة بعد فصل قصير مروان. طيب. فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته، يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا، يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، ظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم، ها هم أمامك
متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت.
مفتحة من الديار. من جديد مشاهدينا المحطة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، والحديث فيها عن مرض التوحد وهذه الطاقة الصامتة لمرضى التوحد، ونعرف أنه مش كثير في مؤسسات في البلد تعنى بهذا المرض ومرضى التوحد. حتى نعطي المجال أكثر لضيوفنا اللي تأخروا شوي بسبب الطرق، وهم جايين الخليل مضر الواوي أحد القائمين على المبادرة، وأيضا قمر أبو حديد. صباح الخير، أهلا ومرحبا، يعني الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الوقت قصير جدا، بدنا إنجاز هيك سريع منكم يا مضر ويا قمر حول هالحملة وهالمبادرة الشبابية. تفضل. احنا مبادرة شبابية مكونة من 30 شاب وصبية، هدفها الأساسي توعية في المجتمع وخدمة لفئة أطفال التوحد. هاي الفئة هي مهمشة أكثر ما يعني مهمشة بزيادة في المجتمع. طبعا احنا بنحاول بوسائل مختلفة وبطرق متنوعة، عملنا توعيات احنا في مدارس في جامعات، عملنا توعيات برضو في مؤسسات في المجتمع المحلي. برضو كمان احنا كان جزء كبير من مبادرتنا اللي هو خدمة لهم، احنا جهزنا غرفة كاملة بتلبي احتياجات هدول الأطفال التوحد في مدرسة محمد بن راشد المكتوم في الخليل. طبعا احنا جزء كبير من مشروعنا برضو استمرارية، حاليا احنا شغالين يعني كمان انه نطمح انه نبني لهم غرفة أو بمعنى آخر أحكي مدرسة كاملة بتلبي كل احتياجاتهم ومتطلباتهم هاي. انتم شغالين بس في الخليل؟ شغالين بشكل عام في كل المحافظات؟ احنا هلا بشكل أولي بالخليل، بس إن شاء الله بالاستمرارية رح نوصل على كل فلسطيني بإذن الله. هذا من خلال الطلاب والطالبات من الجامعات الفلسطينية المختلفة. أكيد لازم أنوه إنه هو برنامج اسمه أمواج فرح، يعبر عن مسابقة بتتم بين 22 دولة في 6 دول، 22 جامعة بست دول. طبعا هذا البرنامج مع مؤسسة إنجاز وبرعاية كوكاكولا وكابي. كمان لازم نعرف إنه هذه المسابقة لو فزنا راح يعطونا 10,000 دولار إنه نضلنا مستمرين مع الفئة اللي إحنا اللي محتويينها حتى نقدر نستمر ونقدر نكمل في إن شاء الله مبادرتنا. إيش القضايا اللي حابين تركزوا عليها بالفعل في هالمبادرة؟ يعني في إهمال في الموضوع وفي طبعا. عدد من الأطفال أو الأشخاص اللي عندهم مرض التوحد، إيش إحنا حابين نركز يعني جهودنا في هذا الموضوع؟ هلا بداية التوحد هو مش مرض، التوحد اضطراب، لازم نعرف هذا الشيء. إحنا حابين نوصل هاي الفكرة، التوحد هو مجرد اضطراب، إحنا ماشيين على منحيين. إحنا أول شيء حكينا توعية زي ما حكى مضر وعلى تجهيز الغرفة. بداية احنا مشينا بشكل منيح كتير في التوعية، والغرفة جهزنا غرفة بس في مركز واحد، وان شاء الله في الاستمرارية احنا ممكن نعمل مؤسسة كاملة او ممكن اننا نجهز اكتر من مكان ونأهلهم بالضبط انه اكتر مكان لتأهيل هذه الاطفال. في مشكلة مضر عند الناس في تقبل الموضوع او شيء بالضبط، كمان في طريقه التعامل بعد انه نكتشف انه هالاضطراب اللي عشان كمان جزء كبير من يعني من مبادرتنا انه بتلاقي مثلا كثير اهالي بيكون عندهم اطفال عندهم اضطراب التوحد بس هم بتحفظوا عليهم او ما بحبوا يبرزوهم في المجتمع المحلي اكثر او يدمجوهم معهم. احنا جزء من مبادرتنا او حملتنا هاي انه احنا يعني نروح على هدول الاهالي نخلي اطفالهم يعني يندمجوا في المجتمع المحلي عادي مثلهم مثل اي اطفال عاديين، يكون في لهم تقبل اكثر من هاي يعني في البيئه اللي هم عايشين فيها. وهذا الاشي طبعا كلياته هو يعني كجزء او كخدمه انسانيه احنا بنقدمها لهم. شعرتوا انه من خلال المبادره ممكن انه الصحه والجهات المختلفه شوي هيك يتحركوا حتى يكون في عندنا مراكز احنا رحنا زيارات على اكثر من دكتور واكثر من اخصائي يعني في هذا المجال. طبعا احنا حاليا قاعدين نتعاون معهم على اساس انه في حال انه استمرينا في مشروعنا هذا يكون هدول الشخصيات تكون جزء اساسي من المؤسسه اللي احنا بنشتغل فيها. طبعا كمان بنحاول انه نستقطب اشخاص واخصائيين من برا. طبعا احنا في البلد كمان عندنا مشكله انه ما في مراكز يعني خصوصي بس لهي الفئه وما في دكاتره بس مختصين بهاي الفئه. طبعا جزء من مبادرتنا هذا الشيء انه احنا نحاول نستقطب ناس اكفاء خبيرين في هذا المجال من اصحاب الخبره. سؤال اخير، تعاون الاهالي او الناس اللي عندهم المصابين باضطرابات التوحد كيف كان؟ يعني شفتوا انه النظره شوي بتتغير ولا في صعوبات مسكرين هيك البلاك هيك؟ اكيد مش طبيعي بدايه كل شيء صعب رح يكون على الشيء، بس لما تشوف انه في ناس عن فعلا احنا كمبادره مهتمين ويعني معنيين في هاي الفئه بالعكس بصير استجابتهم سريعه وبتعاونوا معك بحاجه للناس بس انه تتواصل معهم وتوضح لهم كل هالقضايا. اكيد لما تكون قريب منهم فيش مسافه بين احنا كمان رحنا حتى في مصابين رحنا لاهاليهم وقعدنا معهم ما فيش يعني فيش مسافات بيننا وبين مره، حبينا نكون معهم نعيش شعورهم نوجههم ننشدهم شو ممكن يسووا ممكن يعملوا، بس بالعكس كتير استفادوا وكتير كمان إن استجابوا لنا. بشكركم مضر الباوي وقمر أبو حديد، أنتوا قائمين على هالحملة من ضمن مجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين من الجامعات، بلشتوا بالخليل إن شاء الله. إن شاء الله في كل الوطن. المبادرة بتشمل كل الوطن وإحنا إن شاء الله معكم، أي شيء تحتاجوه إحنا جاهزين. تسعد صباحكم وشكرا جزيلا. صباحك. شكرا.
مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، وصلنا إلى ختام فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم، وغدا عند الثامنة بإذن الله يتجدد اللقاء في محطات مختلفة. دمتم بخير ونهاركم سعيد إن شاء الله.